السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايزين نشرح مع بعض الإيميل الموحد. الأول عايزين نعرف الفرق بين الإيميل الموحد وإيميل T3 اللي موفره لنا الوزارة. هما الاثنين بيشتركوا، الإيميل الموحد وإيميل T3 هما الاثنين بيشتركوا إن أنا بعمل امتحان، بستخدم برنامج الإكسل، الوورد، كل البرامج المتاحة على الأكاونت الخاص بيا. بس الفرق ان الايميل الموحد بيساعدني على ان انا بدعم التحول السريع، يعني ان انا بقدر اتبادل الامتحانات مع زميلي كمعلم والطالب في نفس الوقت. الاول كان مع زميلي بس، لكن دلوقتي احنا عشان على نفس الدومين فبنقدر نتبادل الامتحانات مع بعض. كمان من ضمن أهمية الإيميل الموحد إن أنا بستخدمه من على أي جهاز، بقدر أشارك الطلاب بيشاركوا مع بعضهم، بقدر أتابع الدروس على المنصات الإلكترونية اللي أطلقتها الوزارة زي منصة البث المباشر وبنك المعرفة. طيب، المطلوب عشان أفعل حساب المعلم وأفعل الحساب بتاع الطالب. بالنسبة للمعلم، مطلوب مني كود المعلم وبحصل عليه من المدرسة، كمان الرقم القومي اللي هو في البطاقة، رقم الهاتف، وإيميل بديل. طيب بالنسبة للطالب، الكود برضو بحصل عليه من المدرسة، رقم الهاتف، الرقم القومي بتاع الطالب بلاقيه في شهادة الميلاد. أول حاجة بكتب على أي محرك بحث، بكتب عليه اللي هو الحساب المدرسي الموحد. الخطوة التانية أهو بيظهر لي على محرك البحث، بختار أول اختيار اللي هو الحساب المدرسي الموحد أو الحساب الإلكتروني الموحد، وممكن بكتب office365.emis.gov.eg دي أو دي بالعربي. طيب بعد كده بتطلع لي الواجهة اللي قدامنا دي، في ايقونتين، واحدة حساب المعلم واحدة حساب الطالب. طبعا انا بختار لو هسجل للمعلم هناخد تفعيل حساب المعلم الاول، فهدوس على ايقونة الاولانية دي. طيب تظهر لي الصورة دي اللي هي فيها ادخال الرقم القومي، بعمل هنا وقف المؤشر وادوس عليها كليك وادخل الرقم القومي بتاع المعلم، كمان بدخل الكود هنا اهوت. في جوه المربع ده بعمل تشيك اللي هي انا لست روبوت، وبعد كده التحقق من البيانات تظهر لي. طبعا اهو هنا بعد ما دخلتهم اهو عملت التشيك وعملت التحقق من البيانات، تظهر لي هنا تم التحقق من البيانات بنجاح، يمكنك الان انشاء حساب. بيجيب لي الاسم والاداره والبيانات والايميل بتاعي اهوت، بكتب هنا رقم الموبايل، بكتب البريد الالكتروني البديل ممكن على جوجل مثلا، باكد البريد الالكتروني تاني واعمل انا لستو روبوت. بيجي لي بعد كده الحساب ده موجود حاليا بالنظام، ممكن تغير كلمة المرور او تسيبها، فهنا بيجيب لي الاسم ورقم الحساب بتاعي. تمام. طيب انا دلوقتي كمعلم انشأت الحساب بتاعي خلاص، اروح ادوس على الايقونة بتاعت اوفيس 365 وابدأ اتمتع بمزايا وتطبيقات اوفيس 365. طيب هنشوف مع بعض اعمل حساب الطالب ازاي. نفس الطريقة بقوم بتفعيل حساب الطالب، بنرجع للشاشة الاولى، نختار حساب طالب اللي هي الخطوة الاولى اللي هي الايقونة التانية، بعديها اهي الايقونة التانية بنختار حساب طالب، بتطلع لي نفس الشاشة اللي عملت فيها لحساب المعلم. هدخل برضو الرقم القومي اللي انا هجيبه من شهادة الميلاد، بعد كده كود الطالب هنا مش معلم، بعمل لست روبوت والتحقق من البيانات. تطلع لي طبعا نفس الصورة اللي هي دي، ان بيطلع لي الاسم واحط رقم الموبايل والبريد الالكتروني واكد البريد الالكتروني، تطلع لي دي ان هو اتحقق من البيانات خلاص، بيطلع لي الاسم وكلمة المرور ويعمل لي حساب ويقول لك تم تسجيل بيانات الطالب خلاص كده، وبيكتب اهو كلمة المرور بتاعته والحساب بتاعه. وبرضو لو عايزة اتمتع بمزايا اوفيس 365 كطالب، في برامج كتيرة ممتازة جدا بقدر اتمتع بيها بمجرد ما انا افعل الايميل بتاعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.